ومن بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق. مساء الخير أستاذ عبد الحكيم. إذا يعني اعتراف مباشر من وزير الخارجية القطري بتمويل بلاده ودعم وتوجيه الإرهاب في ليبيا والساحل الإفريقي تحت غطاء المساعدات الإنسانية، تعليقك سيد معتوق. مساء الخير سيدي. طبعا هو نوع من التبرير الغير منطقي، لأنه تحت تأثير هذا الضغط الذي مارسته دول المقاطعة، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، وهذه الصحوة العالمية على خلفية كثير من الدلائل والأسانيد التي تثبت بما لا يدع مجال للشك تورط السلطات القطرية على مدى السنوات الماضية في إحداث قلاقل أمنية ودعم هذه الحركات الإسلاموية المتطرفة، سواء كان في المغرب العربي أو ربما حتى في المشرق العربي ودول الخليج. فيعني هم حقيقة تحت تأثير هذا الضغط المباشر يعني انتهجوا أسلوب التبرير بحكم أنه ما كانت تقدمه الدوحة لدول ما أسموه الربيع العربي وأنا أسميه خريف الدم العربي كانت مساعدات إنسانية. هذه حقيقة هو الذي حصل، كانت كل المساعدات تأتي إلى ليبيا في صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر، وتدعي السلطات القطرية من خلال جراحها الإعلامي الناعم قناة الجزيرة، وكان لديها مراسلين على الأرض وتصور بأن هذه المساعدات هي للشعب الليبي. ولكن هناك أيضا يعني أشرطة فيديو تؤكد من الجانب الآخر بأن هذه الصناديق التي تصفها السلطات القطرية بعد مرور 6 سنوات على النكبة في ليبيا بأنها كانت مساعدات إنسانية، عندما تم فتحها وجد داخلها يعني قنابل وقذائف وصواريخ ويعني ذخيرة. هي هذه المساعدات التي كانت تقدمها الدوحة، يعني هي كانت تقدم مساعدات إنسانية صحيح، ولكن كانت تقدم مساعدات للحركات بغطاء الهلال الأحمر للأسف الشديد للحركات الإرهابية. فهذه حقيقة تبريرات لم تعد تنطري ولم تنطري على أحد، إنما الباين والمؤكد أن قطر واقع تحت تأثير يعني ضغط كبير جدا، تريد أن تجد أي ثغرة في هذا الجدار لكي تعيد صياغة ربما جزء من المشهد بعد فوات الوقت. ولو أني لا يمكن أن أثق في السلطات القطرية، لا سيما وأن قطر لازالت تبحث عن معسكر تصطف وراه وتذهب أينما ذهبت الرياح وفق مصالحها. هي طبعا أداة. نعم سيد عبد الحكيم. معروف. نعم كما ذكرت سيد عبد الحكيم، هناك يعني نوع من الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية الخطوات التي قامت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لإيقاف زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات والجماعات المتطرفة الذي تبناه النظام القطري منذ عام 95، وهناك دعوات أمريكية لمحاسبة قطر، مجلس الأمن الدولي، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهناك مؤتمرات على المستوى الدولي يعني تطالب بمحاسبة قطر، وغدا العاصمة الفرنسية باريس تستضيف مؤتمرا دوليا أيضا للحديث عن دعم قطر للإرهاب وللإخوان المسلمين في المنطقة العربية. هل تعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة تحول في الأزمة القطرية مع فتح هذه الملفات التي تؤكد ضلوع النظام القطري بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أيضا؟ هي بكل تأكيد هذه النقطة لم نكن نصل إليها لولا إصرار دول المقاطعة الأربعة والتأكيد على الثوابت التي بدأوا من خلالها مطالبة قطر بالاعتراف على الأقل وأن تعيد النظر فيما كانت ذاهبة إليه. هذا مهم جدا، ولكن كنت تمنيت حقيقة في كثير من اللقاءات التي ظهرت فيها عبر وسائل الإعلام المختلفة وربما حتى عبر قناتكم المحترمة أن على الأقل نحن كعرب، لأنني أرى بأن ما قامت به سلطات الدوحة على مدى السنوات الماضية هو نوع من إحداث حقيقة خلل في منظومة الأمن القومي العربي، لأن الأمر لا يعني الشأن الخليجي فقط ولا الشأن الليبي ولا الشأن المصري، هو يعني منظومة الأمن القومي. فتمنيت أن ينقل هذا الملف بكل تفاصيله
واسانيده والوثائق والصور والفيديوهات الى جامعة الدول العربيه. نعم. الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، كنت معنا من العاصمه اللبنانيه بيروت، شكرا جزيلا لك.